السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الموضوع مهم متعلق بالفريم ريلي، وهو الماباز ستاتيك ديناميك. بعض المرات يكون عندنا ماباز ستاتيك، بعض المرات ديناميك، غنشوفوا شنو المقصود بهم وشنو هما لي بروتوكول اللي مسؤولين على هذه المسألة ديال الماباز ستاتيك ديناميك. هذا موضوع مهم ممكن يكون فيه شوية ديال الخلط، لذلك غادي نحاولوا نفسروا كاع المشاكل اللي ممكن يكونوا عندنا في الفهم ديالنا ديال هذا المفهوم. دونك هذه واحد لا توبولوجي بوينت تو بوينت باختصار باش ما نطولش فيها. في البوينت تو بوينت ما كاينش مفهوم الماباز، بكلمه واحده قاطعه ما كاينش مفهوم الماباج، ما عندناش الماباج في الفريم رولي بوينت تو بوينت، لا ستاتيك لا ديناميك. بمنتهى البساطه علاش ما عندناش، اللي عنده الوقت يوقف لا فيديو يقرا هاد لا فراز هادي اون انغلي غادي غتوضح لكم علاش ما عندناش الماباج في البوينت تو بوينت. لانه الماباج يعني كنربط واحد النقطه مع واحد النقطه. قبل بعدا خصنا نشوفوا شنو هو الماب. الماب هو واحد الخريطه بالترجمه ديالها بالعربيه، هذه الخريطه هي المقابل ديال لا طاب دغوطاج في لاكوش 3، دونك كتشبه ليها ولكن في لاكوش 2، وهي المقابل كذلك ديال لا طابل كوميتاسيون بالنسبه للانترنت. دونك كتقول لك كل ادريس فين غادي تلقاها. مثلا هنا في الفريم رولاي كتربط ليا ما بين واحد لو دي ان سي اي وواحد لادريس. علاش هنا تنقولوا بان في البوينت تو بوينت ما كاينش الماباج لا ستاتيك لا ديناميك؟ اصر عليها، ما كاينش قطعا، ما كاينش الماباج لا ستاتيك لا ديناميك، لان في البوينت تو بوينت هي كونيكسيون من نقطه الى نقطه، غير من العبارة ديالها، من السمية ديالها راه واحدة واضحة، من هاد النقطة إلى هاد النقطة. فأنا إلا خرجت من هاد النقطة فأنا أكيد غادي عند هاد لهاد النقطة. دونك هذا ستارت بوينت وهذا الإند بوينت. إلا دخلت من هنا فأنا أكيد غادي نخرج من هنا. دونك علاش غنحتاج الماباج؟ الماباج إمتى كيكون؟ كيكون عندك في حالة إلا دخلتي من واحد لو دي ال سي إي، او لو دخلتي من واحد البلاصه ممكن تمشي لجوج ديال الطرق، يعني ممكن تمشي لادريس الاولى وممكن تمشي لادريس الثانيه. هذه هي فاش كنحتاجوا الماباج. اما هنا ما عندناش، ما نحتاجوش، كل دو ال سي اي كيديك الادريس وحده محدده، لذلك في البوينت تو بوينت ما كاينش الماباج لا ستاتيك لا ديناميك. باش نبرهنوا على هذه الحاجه كيخصنا نعرفوا شنو هو البروتوكول اللي مسؤول على الماباج ديناميك، وهو الاي ار بي. هنا الناس شنو تيقولوا؟ تيقولوا بلي راه الماباج ديناميك حيتاش كطلع كتعمر الماب بوحدها. دونك الا جيتي فعلا لهنا وطلبتي من الغوتور ديالك يعطيك الماب، درتي لي انيبل شو فريم رولاي ماب، غتلقى الماب عندك طالعه، هي اوتوماتيكمون طالعه. اون فوا تنشوفوا هاد الماب طالعه تنقولوا راه ديناميك. لا، راه ماشي ديناميك، ولكن لانه عندنا كما قلت لكم المفهوم ديال النقطه النقطه. كتلاحظوا حتى هنا ملي تيجي تيقول لك راه عندك لو دي ال سي اي 100، ما تيقولش لك اش من ادريس غتمشي لها عكس الفريم رولاي بوينت تو مالتي بوينت. علاش؟ لانه هنا ما يحتاجش يعرف لادريس اللي غادي يمشي لها، لانه عنده اند بوينت واحد، عنده مسار واحد، نقطه واحده غادي يوصل لها. دونك باش نبرهنوا على هذه المساله هذه غنشوفوا شنو هو وناخذوا بكلام الناس اللي تيقولوا بان كاين الماباج ديناميك في البوينت تو بوينت. غنشوفوا البروتوكول اللي مسؤول على الماباج ديناميك اللي هو الانفيرس اي ار بي. غندخلوا لهذ الانترفاس ديالنا كونفيغوراسيون تيرمينال، ندخلوا لهذ الانترفاس وحنا غنديزاكتيفيو اصلا هذاك انترفيس سيريال 0 على 1 وغنديزاكتيفيو 0 على 1 او 1 على 0. اوكي 1 على 0 1 على 0 وغنديزاكتيفيو البروتوكول المسؤول على الماباج ديناميك نو فريم ريلاي انفيرس اي ار بي. يعني ديزاكتيفيت دابا الماباج ديناميك وغنجي رغم ذلك غنجي نطلب الشو فريم ريلاي ماب وغنلقى الماب ديالي باقي عامره. غيقول لي شي واحد راه خصك تخويها، دونك نخويها ما كاين حتى شي مشكل. كلير فريم رولاي ان ارب، نعاود نطلب فريم رولاي ماب غنلقاها عامره. دونك الماباج هنا ماشي ستاتيك لان ما درتوش بيديه، وماشي ديناميك لان البروتوكول اللي مسؤول عليه انا سكتته اصلا وخويت الماب ورغم ذلك بقى عامره. في حق انا ما خويتش الماب، هي ما تخواتش. دونك هذا دليل على ان الماباج عندي في الفريم رولاي بوينت تو بوينت سيت ان ماباج qui n'est pas dynamique et n'est pas statique. Donc, ما نحتاجوش هذا المفهوم الماباج. كما قلت لكم هذه الفراز هذه هذا الباراجراف راه تشرحها بشكل واضح. علاش ما كنحتاجوش الماباج؟ لان انا دخلت من هذه النقطه فاكيد انا غادي نخرج من هذه النقطه، والماباج اصلا كيصلح ملي تيكون عندك اون اونتري وبزاف ديال لي سورتي. انا ما عنديش بزاف ديال لي سورتي، عندي اونتري وحده وسورتي وحده. شو دابا نناقشوا الماباج في ان توبولوجي بوينت تو مالتي بوينت. هذه توبولوجي بوينت تو مالتي بوينت باش تشوفوها تاكدوا منها غادي نمشيو نشوفوا الشاو رانين كونفيك. نديرو الشاو رانين كونفيك، غادي نعطيكم فقط لا كونفيغوراسيون ديال الانترفاس اللي مسؤوله على
هانتوما كما كتشوفوا انا مستعمل انترفاس وحده، ما مستعملش لي سوز انترفاس، ومخرجه منها ثلاثه ديال لي دي ال سي اي، يعني نقطه وحده مرتبطه بثلاث نقط، وهذا المقصود بفريم روني مالتي بوينت. وكتلاحظوا هنا بانه عندي ادريس اي بي وحده عكس قبيله كان عندي بزاف ديال لي ادريس اي بي جوج على حساب لي دي ال سي اي لي بي في سي اللي عندي. دونك هنا غنمشي نطلب من لوتور ديالي يعطيني شو فريم رولي ماب، باردون ماب. دونك كتلاحظوا هنا بانه عندي الماب ديناميك، علاش هو كاتبها ليا؟ كاتب ليا بانه عندي الماب ديناميك. اللي مسؤول على هذا الماب ديناميك هو البروتوكول ديال قبيله اللي هو الانفيرس اي ار بي. السؤال بعدا هنا علاش غادي نحتاج الماب ديناميك؟ كما كتشوفوا انني كنخرج من ادريس اي بي وحده، كنخرج من مخرج واحد ادريس اي بي وحده، وكنخرج من انترفاس وحده. الوقت اللي تنخرج كيمكن ليا نمشي في البي في سي 100 ولا في البي في سي 200 وفي البي في سي 300، كل واحد فيهم كيديني المسار، كيديني البلاصه مختلفه. دونك عندي نقطه الى نقاط متعدده، مدخل واحد وثلاثه ديال لي ديستيناسيون. في هذه الحاله هذه كيخصني اماباج اللي غيقول لي بلي الا ركبتي في لو دي ال سي 100 فانت غادي مثلا عند هاد الانترفاس لي لادريس ديالها جو سي با تنشوف لادريس ديالها، ولا ركبتي في 200 غتمشي لهنا، ولا ركبتي في 300 غتمشي لهنا. هذا هو المقصود بالماباج. دونك السؤال هو علاش طلع لي الماباج ديناميك هنا؟ لان كاين واحد البروتوكول كيمشي نيغوسي مع الانترفاس اون فاس وتيجيب لك لادريس وتيحطها لك هنا. شنو تيقول لك دابا هو؟ تيقول لك باللي راه الا ركبتي في 200 تتمشي عند 100 عند 10.003. شكون اللي قال لي هذه المعلومه؟ الا جيتوا لهنا هاد فاس 0 على 1 راه هي باردون، هذا هو ال 200 10.003 كما كتشوفوا فيها هنا، ما عرفتش تبان لكم ولا لا. هاد 10.003 هو ال 200. علاش هنايا جيت لقيت ال 200 مرتبطه بال 10.00؟ الماباج هو ربط شي حاجه بشي حاجه. علاش لقيتها هنا؟ لان كاين واحد البروتوكول نيغوسياسيون سميتو الانفيرس اي ار بي هو اللي كيدير لي هاد الخدمه. دونك هذا كيتسمى ماباج ديناميك، دار لي اوتوماتيكمون. نمشيو نشوفوا هنايا الماب، غادي تلقاو بان الماب عندي انا هنا مخلط. عندي اماباج ديناميك تيوصلني عند واحد لوغوتور سونترال لي لادريس ديالو 10.001، عطاه ليا الماب 100 هنا، 100 مرتبط ب 10.001. علاش؟ لان عندي واحد لو بي في سي مع هاد الناس، عندي واحد لو بي في سي مع هاد لوغوتور. غتلقاو جوج ديال لي ماب اخرين هادو زدتهم بيديا، زدتهم بيديا. علاش؟ لانه انا ما عنديش دي بي في سي ولا دي دي ال سي اللي كيربطوني مباشره، اللي كيربطوني هكا مباشره مع هاد لوغوتور ولا مع هاد لوغوتور باش الانفيرس اي ار بي يدير خدمته. الانفيرس اي ار بي ما يمكن يهضر الا مع الا في اطار واحد لو بي في سي اللي كاين هنايا، البيرمننت فيرتشوال سيركويت هذا اللي كاين هنا يقدر يهضر فيه، ولكن ما كاينش شي بي في سي كيربطني مع هاد لوغوتور باش يهضر ويجيب لي لادريس ديال هاد الانترفاس هذه. دونك كما قلت لكم هنا طلع لي الماب ناقص، لانه على قد لي بي في سي اللي كيكون عندك على قد لي ماب اللي تيعمروا لك او لي زونتري اللي كيكونوا عندك في الماب. اضطريت انني ندير هذا بالستاتيك. دونك ستاتيك هي اي اونتري كديرها في الماب ديال الفريم رولي ديالك كديرها بيدك. غنمشي دابا لهنا باش نوريكم كيفاش كنديروا هذوك لي ماب. غندخل للانترفاس نشوف السميه فاست او لا باردون سيريال، ماشي فاست، انترفيس سيريال 0 على 1 على 0، ونطلب منه نو فريم رولي انفيرس اي ار بي، فريم رولي انفيرس اي ار بي. غنديزاكتيفي هذاك البروتوكول. دونك نورمالمون ديزاكتيفيت هذاك البروتوكول خصني الفريم رولي ماب، شو فريم رولي ماب نلقاها خاويه. ما غنلقاهاش خاويه لسبب بسيط، لانها ديجا عمرت. غنخويها انا بيديا كلير فريم رولي انارب، فريم رولي انارب، وغنعاود نطلب الماب غنلقاها خاويه. خاويه لانه دابا ما بقاش شي بروتوكول اللي مسؤول على انه يعمرها ليا، ما بقى عندي الا حل واحد هو انني نعمرهم بيديا. هذه هي 10.002، هذه 10.001 3، وهذه 10.004. غنمشي نعمرهم بيديا، غنعاود ندخل ديك الانترفاس انترفيس سيريال 0 على 1 على 0، وغنطلب منه فريم رولي ماب اي بي. غنقول ليه الا كنتي باغي تمشي ل 10.002 استعملوا دي ال سي 100 وخلي هذه العمليه او لا اوتوريزي البرودكاست في هذا لو بي في سي في هذا الماب. من بعد نقول لي الا كنتي غادي للثلاثه فانت غادي تضطر ان كيطلعوا لي لي ميساج ديال النيبورينغ، كيطلع ديال اللي عندنا لو اس بي اف طلع. دونك غادي نعاود نطلب منه الا كان غادي للثلاثه يركب في لو دي ال سي 200، والا كان غادي للاربعه يركب في لو دي ال سي اي 400، ولا يستعمل لو دي ال سي اي 300 باردون ماشي 400.
شو فريم ريلي ماب وغتلقاو بانه طلعوا ليا اوتوماتيكمون كما كتشوفوا هنا الميساج ديال الفوازيناج ديال لو اس بي اف طلعوا لان باقي الله طلعوا هاد لي ليزون دونك هادوك اللي كانوا قبالي ديناميك ولاو دابا ستاتيك. الوغ دابا اشنو نستعملوا ستاتيك اولا ديناميك سا ديبون على لي بيزوان ديالك شوف اشنو بغيتي. اون برينسيپ ملي تيكون عندك شي توبولوجي بحال هكا كما كتشوفوا هادي توبولوجي هاب اند سبوكس يعني عندك ثلاثه ديال لي روتور كيعطوا كيمثلوا دي سياج وان روتور سنترال باردون كيمثلوا دي زاجونس اولا دي سيكورسال وعندك روتور كيمثل السياج المركز الرئيسي ديال المؤسسه ديالك اولا ديال الريزو ديالك. هنا هاب اند سبوكس لان هادو كيهضروا فقط مع الروتور سنترال مي باش يهضروا بيناتهم ما كاينش دي بي في سي. فهاد الحاله الا كنتي باغيهم يهضروا ما بيناتهم كتزيدهم ماباج ستاتيك. دونك كنتمنى تكون الفكره واضحه. الماباج ستاتيك في البوينت تو بوينت ما كاينش لا ماباج ستاتيك لا ديناميك مفهوم الماباج غير مطروح نهائيا. في الفريم ريلاي بوينت تو مالتي بوينت عندك الماباج ستاتيك والماباج ديناميك كونفيغيري اللي بغيتي. البروتوكول اللي مسؤول على الماباج ديناميك هو الانفيرس اي ار بي ديزاكتيفي ولا اكتيفي على حسب لي بوزوان ديالك. شكرا والسلام عليكم.